السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد لطلاب الصف الأول المتوسط مادة اللغة الإنجليزية للمنهاج العراقي. Unit 8 Lesson 2. طلاب عنا بالأكتيفيتي بوك تمرين A اللي هو مطلوب طالب منا Write opposites of these words. بدو نكتب العكوس إذا write opposites للكلمات الموجودة هون تحت. بقرأ لكم الكلمات traditional traditional thin thin row row cool cool. إذا traditional طلاب اللي هي معناها تقليدي. إذا شو عكس كلمة تقليدي يلي هي modern حديث. إذن مودرن M-O-D-E-R-N. بعيد لكم كتاب الكلمة M-O-D-E-R-N مودرن. ثن يلي هي طلاب اللي معناها نحيف. إذن شخص نحيف عكسها اللي هي سمين. إذن نقدر نكتب نحن كلمتين فات معناها سمين F-A-T. إذن فات F-A-T فات. أو منقدر نستخدم كمان الكلمة اللي موجودة عندنا كانت بالنص plump plump اللي هي P-L-U-M-P. إذا P-L-U-M-P اللي معناها شخص جسمه معبى يعني سمين أو هيك يعني جسمه معبى. إذا عكس كلمة thin. الكلمة الثالثة طلاب اللي هي raw. raw معناتها نيئ نيئ يعني غير مطبوخ. عكسها كلمة مطبوخ. شو يعني مطبوخ؟ شو مع كلمة مطبوخ بالإنجليزي اللي هي cooked. إذن cooked C-O-O-K-E-D cooked cooked. إذن C-O-O-K-E-D cool. طلاب الكول معناها معتدل البرودة. طبعا في ناس بتفكر إنه الكول هي بارد. لا البارد هي cold. أما الكول هي معتدل البرودة عكسها warm دافئ. إذا عكس كول هي warm دافئ warm W-A-R-M W-A-R-M warm دافئ. عيد لكم مرة ثانية العكوس لأن هذا التمرين مهم. دائما طلاب العكوس كل شيء عكوس تحفظوه منيح لأنه هامين دائما العكوس هامة. إذن traditional عكسها modern. traditional عكسها modern. اثنين thin اللي عكسها fat أو plump. إذن thin عكسها fat أو plump. raw اللي هي نيئ عكسها cooked مطبوخ. raw عكسها cooked يعني مطبوخ. أربعة cool عكسها warm. إذا cool عكسها warm. ننتقل هلا السؤال اللي بعده. التمرين عندنا التمرين سي طلاب read these definitions and write the words. اقرأ هذه التعريفات أو التعريف واكتب الكلمة. طبعا أنا كاتب لكم الكلمات عشان السهولة على الطلاب. هذا تمرين هام طلاب. هام هذا بسؤال الفوكاب. 1. It is something you can read, not a book or newspaper. Something شيء ما you can read تستطيع أن تقرأه. Not a book ليس كتابا أو newspaper أو جريدة. شو هي؟ اللي هي المجازين. شو معنى مجازين؟ اللي هي المجلة. إذن It is something you can read, not a book or a newspaper. شيء يمكن أن تقرأه طبعا ليس بكتاب وليس بجريدة. شو هو؟ هي المجلة مجازين. Cyclists hold on to these. إذن cyclists hold on to these. شو يعني؟ يعني سائق الدراجة hold on يمسكها أو hold on يمسك to these يمسك بهدول. شو هن؟
يلي هن الهاندل بارز اللي هو المقود تبع الدراجة. إذن هاندل بارز مطلوب منكم طلاب، يعني بتيجي كيف بيجي هذا السؤال؟ بيجي كلمات مفقودة missing words، وانت بدك تكتب شو؟ بتكتب الكلمة هاي، طبعا بدك تكتبها بشكل صحيح طالب، بدك تحفظها ككتابتها كتابة املائية، كل هدول الكلمات اللي موجودين هون بالفراغات اللي كاتب لكم اياهم انا بالاسود، هدول بدك تحفظهم طالب كتابة املائية مشان اذا اجوا بالامتحان انك تعرف كيف بدك تكتبهم، اذا بدك تدرب على معناهم بالانجليزي بالعربي ومعناهم بالانجليزي وبتعرف تكتبهم املائيا، مشان اذا كتبتها بالامتحان مثلا انك تعرف تكتبها منيح. ثالثا something to wear when you are on a boat، اذا something to wear when you are on a boat، اذا شيء ما to wear لترتديه when you are on a boat عندما تكون على الزورق او في القارب، اللي هن سترة النجاة اللي هي life jacket، اذا سترة النجاة اللي هي life jacket. رابعا if a boat doesn't have an engine، اذا كان القارب او الزورق لا يحتوي على engine اللي هو محرك، you can use these، تستطيع ان تستخدم تلك. شو هن؟ لما ما يكون الزورق او القارب فيه محرك شو بنستخدم نحن؟ نستخدم الاورز، اورز يعني هن المجاريف، اذا نستخدم انا الاورز، الاورز معناها مجاريف، اورز او اي ار اس. خامسا trousers and a jacket for a man، اذا trousers and a jacket for a man، trousers اللي هي البنطال and a jacket اللي هي الجاكيت for a man للرجل او للشاب، اللي هي البدلة او نحن نسميه الطقم الرسمي اللي هو suit، suit suit اذا suit. سادسا doctors give you this if you are sick، doctors الاطباء give you this يعطوك تلك if you are sick اذا كنت مريضا، اللي هو الدواء طبعا الميديسن، اذا الميديسن مثل ما هي موجوده هون. طلاب مثل ما قلت لكم تحفظوها تتدربوا على كتابتهم هذول الاملائيه وعلى معانيهم بالانجليزي وبالعربي، هذا المعنى الانجليزي طبعا او التعريف تبعهم، تحفظوا المعنى بالعربي ماجازين يعني مجله، هاندل بارز اللي هي المقود او المسكه تبع الدراجه، لايف جاكيت اللي هي ستره النجاه، هورز اللي هن مجاذيف، سوت اللي هي البدلة أو الطقم الرسمي، ميديسن اللي هو الدواء. برجع بقرأ لكم السؤال كامل وبكرره أكثر من مرة. One, it is something you can read, not a book or a newspaper. It is something you can read, not a book or a newspaper. هي مجازين. Cyclists hold on to these. Cyclists hold on to these. اللي هي handlebars. Handlebars. 3. Something to wear when you are on a boat. Something to wear when you are on a boat. اللي هي life jacket. Life jacket. 4. If a boat doesn't have an engine, you can use these. If a boat doesn't have an engine, you can use these oars. هي oars. 5. Trousers and a jacket for a man. Trousers and a jacket for a man. هي suit. Suit. 6 اللي هي doctors give you this if you are sick. Doctors give you this if you are sick. شو هي؟ اللي هي طبعا الميديسن، هي الدواء. هون طلاب بتكون جلستنا خلصت لليوم، اخذنا تمرينين للوحدة الثامنة
وركزوا عليهم منيح طلاب. أول واحد كان عن العكوس والثاني كان عن التعريفات. سؤال كثير سهل نفس الوقت مهم. إن شاء الله لقائنا بالجلسة القادمة بإذن الله. يعطيكم العافية والتوفيق إن شاء الله.